استثنائي. نشكر منظمة نيو دي سيريا على ما قدمته من محفظات للطلاب تحتوي على أدوات قرطاسية كانوا الطلاب بأمس الحاجة لها، لأن معظم الطلاب يأتون بأكياس يضعون كتبهم ودفاترهم بها، فعوضت لهم محمتهم من الأمطار ومن الضياع، إضافة إلى أن يعني غطت جانب مادي الوضع الاقتصادي لأهالي أولياء الطلاب كانوا يعني سيء جدا، كذلك غطت جانب نفسي أعطت دافع إيجابي للطالب، حيث يعني كان الطلاب مسرورين جدا من الأدوات القرطاسية والمحفظة التي قدمتها المنظمة. نشكر المنظمة شكرا جزيلا على هذه اللفتة الإيجابية وشكرا لهم. بيسان من الصف الخامس. هاليوم وزعنا قرطاسي وأنا مبسوطة كثير، فيها دفاتر وفيها أقلام وفيها تلوين وفيها كل شيء بنريده.